شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل خير أم البنات. أمان سلومة هكا تكبر فيا على الصباحة في عوض تقول لي صباح الخير يا معلش أنا يا وردة. أبو وردة قام وردة الجزائرية تي لي عاد شوفي على الأقل مطربة صغيرة هكا. آه شبيها وردة والله مازالت شادة روحها الطنطن. الطنطن كان في الغناء في بالك اللي هي أكبر من أمي فضيلة. الفرق بيناتهم اللي وردة عندها شيرجيان استيتيك باهي أكاو. باهي داكوردو صباح الخير ياسمينتي. أبو ظهرت لك اللي أنا سمنت؟ لا لا بوديتو زينب وين سمنت؟ ياسمينتي معناتها مانج أسماء بالعربي. يعطيك يا سلومة والله يفجعتني. حق زينب على ذكر الياسمين جاني حد من الطلبة متاعي وحبني نقطرو. أيا مبروك. ولو راو قليل ياسر وين الطلبة يختاروا أستاذ جديد لما يستأنسوا به. أبو ما في باليش بها الحكاية هذي وشكونها اللي عنده ثقة عامية فيك؟ ياسمين. أوه مين طلعت هذي؟ شو مين طلعت؟ قري فيها تي نحكي على الشعرة البيضة. شفت من تقنقينك على السباحة؟ يا أم البنات يا بطية يا من دارت شنوة يا 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 زينب يا يز يز يا فدلكت معاك وندمت هاي فك عليه حلوة هذه والله. أسمع ولو راهو الشعر الأبيض واللي ريت ما عندك وين هربة منهم راك جايتهم جايتهم لي غيد فين يرا فيهم لي غيد. وشيك صباح خير صباح الخير. قبوجي قبوجي جيب لي هلا بالفش. فش شنو اسبوع تربية جديدة هذه على الصباح؟ جديدة جديدة يا خويا خليني اسمي رايد وما تربش بي بيبي داكورد. يا اخي قل لي هكاين بكري وين ماشي على الصباح؟ ايه مكشوف ماشي ناخذ الحليب الليتر اللي خديتها البارح سبعة قارصة ما ديرنا سخونة ولا ما عنديش في الجدار. يا ساهل يا ساهل ما امشي حط في الفريجدير تاع دار خوك ولا تاع دار نسيبتك. ولدي وشيك يا اخي كيفاش باش تعمل هذا من غير فريجدير؟ ساهل ياسر انا نفركس نقعد شويه وقت باش ناخذ في روحي لسوق منصف بي ناخذ لها وحيد فريجو صغير من الباكو. اسمع يا سيدي ظهر فيها النصبه عملت لك باكو باهي. هيا صلي على النبي على الصباح لا تاخذني بالعين زاده. مش خص
شنو قلت لك اشخاص لو كان انا زاد نعمل مشروعك يا اموري تتنفنف خمم وقل لي وانا نعاونك باللي نقدر يا اسبوعي بخبرتي فايده من راس المال ديك اخويا حطينا فك الصندوق الريش بربي في وجهك عندي راس مال وزيد نهار كامل محصور في البيرو انا هو مشروع باش نجم نعمله ريتني بربي قداش يخلوا الساعات حاشاك يا اسبوعي بالتخلويف اي برا 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 جيب الحليب العزة لا ترسيلك في مشروع تريحة على الصباح فوجيكا ناخذ كايبة خذ اما حط حقها مش لازم صباح الخير ميامي. صباح الخير. شنو هو ميامي؟ تقوليش وليت تطالع. علاش ليه؟ لو كان تشوف استاذي اش قال لي؟ قال لك يلزمك اتيود اه؟ ليه؟ قال لي اللي انا تبارك الله عليا نفهم عرمش وزيد مخي مازال تبارك الله كما تقولوا انتوما زيناس. يا عمري يا عمري عجوناس. ظهر في استاذك ميامي عنده شويه ضربين لغه. بالعكس استاذي ممتاز وحامل جهده معايا واكثر من جهده يا اول مره نسمع تلميذ يشكر في استاذه انا الحق ميامي ظهرت لي تشكر فيه من قلبها احشم شويه احشم مانيش مامي قدامك راني اش بيها مامي زيد على بنات صبحوا يهزوا يصبطوا اي مو كالعاده شنو يا اخي مش قلت لي الطفله اليوم تبدا اي عادك بها جيت تبدا التسعة اشكون هاللي تبدا التسعة وباقي تتشخلع في الدار تمنى يا بابا ندخلوا العشرة اما كان قلقت منا نجمو نمشيو من تورا مقواكم كي تبداو تكمسوا على الفلتة حقا انا زيد راني اليوم العشية عندي فلتة صغيرة ان شاء الله خير يا امي ماشي تزور حد علاش انا ما نخرج كان للزيارات ماشي للمسرح مسرح اما مسرح يا امي المسرح البلدي شوف من حياة بوك الله يرحمه ما عفستوش وعلاش توا بالذات تظهر لك باش ترجع تعفسوا قالوا لي اللي فما روايه هايله يلزمني نتفرج فيها ابا يلزمك تتفرج فيها شو يا امي يا حسره عليك المسرح اللي كنت تمشي له انت وبابا بابا الله يرحمه يا حسره هذاك ما عادش المسرح هذاك مسرح شكسبير وعطيل والماريشال ومراد الثالث ما عادش توا المسرح ولا كله كلام ساعات كلام يحشم معليش انا صغيره ما نفرقش بين الكلام اللي يتسمع والكلام اللي ما يتسمعش انت وشكون ماشيه يا امي ولا هاي زينب هاي زينب تمشي معاك تونسك انا فاش قام انا الحق المسرح مو جوي بابا وانا زيده يا اخي انتوما شكون استدلكم ولا قالكم يجيو معايا انا ماشي انا استاذي وبقيت الكلاس ماشيين معاكم ولا ماشيين وحدكم توا فهمت علاش امي يامي تشكر في استاذها وتعاود شكون يحب نزيدو قهوه ها هذه ما تكون كان كلثو هاي الحمد لله عليها كي جيت مرحبا كلثو تفضل تفضل صباح بالخير صباح الخير هيا ادخل هاي نقدم لك المسيو فاتومه واماني ومسك الختام حماتي ربي يفضلها لكم يعيش هيا عاد نسمو بسم الله ونتكماسو اي شتيتي لي التاني اي استناني دقيقه في الكوجينه هاني جاي نمشي نحضر روحي المكتبي انا ونحن زيده تحضر روحها لمكتبها ولا الاستاذها يا راجل اش بيك يا اخي غاير ولا شنو حكايتك امك راهي كبيره ماجوري فاكسيني حياتها وهي حره فيها يا زينب يا اخي شنو في السويد احنا ولا في الدنمارك هو في ايطاليا وشوف عاد انت يساعدك امي يتعرس وتقعد وحدك هنا في الدار امان سليمان انا تعرفني نخمم هكا وزيد الساعه شكون قال لك امك تحب تعرس بالك شي جوست اصحاب وكا هاو ايوا خير على خير وقتها تولي كيما مي اش مجبدك في امي وانت اش مجبدك في امي عندي براسي الطاوله تو ولا حتى تكملوا عركتكم
شنو؟ وشكون قال لك اللي احنا كنا نتعاركوا؟ المعالجة مكثرة الديار اللي خدمت فيها فطور الصباح ديما يوفى بعركة بين المرأة والراجل، خاصة عاد لبدت المرأة كعريرة والراجل راسها صحيح. صباح نهار يقتل بالسخانة، ربي عجيه على خير. هاني مشيتا؟ عزوز على ذكر السخانة قلت لك انهم اللي نحطوا ماكلتنا في فريجدير سيدي خويا مشكلة باش ما تقرصناش. وفيش قام في فريجدير خوك؟ عليه مش في فريجدير نانا، ماك تعرفها على ما تقضي ديما فارغة. انا ما عندي ثقة كان في امي. امان وعروسة القصب اللي ماخذها ما عندكش فيها ثقة؟ شو مدخلك؟ انا مش نحكي عليك، نحكي على خالد الجريد، انا خايف تغورنا على ماكلتنا. بربي يسيني، على شنو باش تغورنا؟ على التريلي حجر ولا على الكروفيت ولا على الدجاج العربي؟ قوم شد خدمتك، هو صباح يقشقش في حنيكو. هيا قوم. اسمع زين، ما نفهم حتى شيء، تمشي تتفرج معاهم في المسرح. وين قلت لك ما نمشيش؟ شو مدخلني بيناتهم؟ شاينك؟ يا ربي ما نحبش ابث معهم اسبوعي. شنو اسبوعي؟ وانا ما زلت اطمن بيه هذاك واحد خويه فيس عم يبندنا. هاني لقيت حل. علاش ما تكلمش امك؟ ماما؟ اي ماماتك. استدعيها للفطور هنا وقول لها تكبش فيه امك هكا تمشي معاه. اوكي؟ هاي هاني منعتك. يعيشك يا زينب يعيشك. وقيل عيد نجم انت براسي الطاوله. اي باهي باهي. مرحبا يا للا، مرحبا بك في كل وقت. باهي باهي حاضرين في لامي. عزة يا عزة، عزة سمعتك يا نانا، سمعتك. مانيش طرشة راهو. باهي بركة، نعرفك ماكش طرشة. شو كلمتني سوسو وقالت لي اليوم جاي العشية. انا هي سوسو. هذيك اللي ماخذة راجل قد عزيزها. هذيك هي توا بارشا ما جاتنيش، ماك تعرفها، يدها بسيبه وتهون. ايا مرحبا بيها وباللي يعرفوا قيمه البوربوار. سالو يا جماعه. اهلا ميدو، مرحبا. اهلا ميدو. انا يا طيب يا ميدو، انت وين رحت لكوكك الروز؟ سكر موتيه. انا كنت موتيه هذاك مش هو. شفت السخانه لبرا؟ كان شوف السخانه اللي هوني. تقوليش البيرو بلاش كليماتيزور؟ عارفي عنده مرمى وقال ما يركب الكليماتيزور كان في البيرو جديد. يعجبك شي سخانه جات على بكري سنه وانا ما تساعدنيش جمله. انا تساعدني ذوب لي كرشي. انت بابا كرسك هذيك بالذوب يلزمها شاليمو ولا يقنبلوها لك، فهمت؟ انا بنتي سخانه تهبلني، تيحنا هكا ونمشي ودورو في الساعه، خلي تزيد تسخن الدنيا. انا اليوم حبيت نلبس تيشيرت بلا شيدي، بعد خفت قلت زنودي تشوشتو. وانتي علاش ما تعملش كخون توتال على زنودك قبل ما تخرج؟ يعطيني، ما خممتش فيها ملا فكره محليها. دادو قداش يلزمني انديس؟ اذا كنت حك فيك الشمس برشا ما اقلش من 40. 40 جعبه. يعطيك يا ميدو، قدك شنو عمره؟ اسمع ادخل توا للدكتور يستنى فيك ومن بعد نكملوا نحكي. اوكي يا عسله. دكتور سي ميدو، سي محمد علي وصل. الله يبارك، ادخل له. ان شاء الله في دخلتك نعملوا جو كبير ياسر. قول امين. امين. دي زغرت يا لوكزا. اوه كالعاده ماست هذا. دادو دادو، زعما انا يلزمني انديس قداش؟ انت يلزمك 40 جعبه كما قال ميدو، يجعلك شي تدهن بدنك الكل. شقولك في السخانه دكتور؟ تحكي على السخانه بصفه عامه؟ ليه نحكي على سخانه اليوم دكتور، مش نورمال. انا الحقيقه نحملها السخانه، هاك تشوف بيرويا ما عنديش كليماتيزور، يمرضني يقلقني. باهي المفيد سيدي، تويكا ننتقلوا للمرحله الثانيه نتاع العلاج. مبروك علينا. سامحني دكتور، انا توا مريض ولا نورمال؟ شو لي سيونس الاولانيين حاولنا نشخصوا ديزون ماهوش الحاله نتاعك، مي الصعوبه اللي لقيها في التاقلم مع محيطك. تاقلم مع محيطي؟
يا اخي انا حوتة دكتور. يا سي محمد علي ان بو سيريو. يعني سيريو دكتور. لذا انا حضرت لك برنامج باش تحاول تطبقه في المرحله هذه كل. سامحني دكتور، في مرحله اولى نجم نحل الشباك خليه يدخل شويه هواء ويدور ريحه. لا 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 ماذا بيا، لا على خاطر حس الكراهب يقلقني. يا سيدي بون باش نحاولوا توا نخدموا اولا على الصوت لا فوا. صوت؟ اي صوت. باش تحاول تخشن في صوتك وتنحي الحلة متاع الكلام. شبيه كلامي دكتور ساعة الشارم متاعي الكل في كلامي أنا. جيستمان يلزمك تنحي هاك الشارم هذاك. واه؟ أيوا أبدأ بوه ساعة قبل كل شيء كلاسيها. واه نحي واه؟ أي تنحيها واه. كما قلت لك مالا تحاول تخشن في صوتك وتكبس روحك وقت تتكلم. أنا؟ أي أنت. كيفاش نخسن صوتي ونكبس في روحي؟ فوالا ها باش نعطيك مثال شوف فوالا. تيه فوالا انت مثلا نهار من النهارات هكا حبيت تتفرهد وين باش تمشي وين باش تمشي وين باش تمشي برا قلت تمشي للبرت. انا نمشي للبرت؟ اي انت شمسني. تمشي للبرت مثلا تمشي تحوس في البرت لقيت جماعه بحاره. جماعه بحاره دنجري يقول له مخطط وقاعدين يرقعوا في الشباك بتاعهم. تلفت لهم انت وقلت لهم انستوا يا رجال. ما نعرفهمش دكتور، قول لهم الناس. اي ولو حاول به ربي تستر. هاي انستم يا رجال. شنو هي هكا في البرد باش تقولها؟ شو لا لا بعيد على بعضه الشيء. ايش نعمل دكتور؟ عاود عاود في جرة بعضه في جرة بعضه تستانس. شوف تعدي نورمال. انستم يا رجال عاود. أنستو يا رجال. باهي الصوت ماشي في ثنية باهي، أما اليد ما زالت يزم تبع بعضه راهو ملا. دكتور صوتي تجرحها ومانيش تحس في روحي يا ليز. تو تستانس تو تستانس تو تستانس. أنستو يا رجال. حلو اقعد هكاكا. السلام عليكم. عسلامة سي طيب مرحبا. عم طيب صباح. لاباس سليمان وحده؟ سامحني سي طيب بحبيه باسيون، ميساج تستناه شوية؟ بيان سور. نعمل لك قهوة؟ لا لا ميرسي، قهوة في السخانة هذه، جو بريفير كان فما حاجة باردة. ما عندنا كان ماء. وما بالسبالة، سيدي خويا ما يحبش المصروف الزايد. ما سبالة؟ مش باهي كلاوية. أسبوعية. تحت فرحك تجيب لنا باكوجو دو بوزامة باردة. انت يا خفيف وجناس مش كيفي وتخلي البقية عندك. لا شرينا تصويت عم طيب. تبارك الله عليك سي طيب. علاش تقول هكا؟ حتى انت جناس زيدا اللي راك يعطيك يا دوب 40 سنة. أبون هكا يظهر لك؟ إي بيان ميرسي بور لو كومبليمون. سلامة مرحبا. انتي ما تكون كان كلثوم مش هكا؟ هي بيدا وانتي ما تكوني كان اخت مدام زينب. سي جونتيس. انا ام زينب اسمي دوجه. يا سي امراه يا سي ما تقولي هالكلام والله. مرحبا مرحبا بكم مدوجه. دقيقه نقول لها هاي. اهلا ماما. اهلا زينوبة. الوغ سافا؟ شبيك جبتني سقية على من راسي؟ سافا سافا. شو ما تخافيش هاني ماشية نستنى برك في أم دوجة واش تشرب؟ كريم ديريكت على خاطر ما خديتش بتي ديجني بتاعي. وانتي مدام زينب واش تشربي؟ أنا عمل لي تي انفيزيون. ما تنسيش تبيب سما باردة. تتسويت أم دوجة. شنو ماما؟ تحت كماندا تقوش عليك في صالون دو تي. هي ظهر فيها بيا صفك ام توشه نتاعها منير. شو المفيد امي فضيله خارجه العشيه ماشيه للمسرح هي واستاذها. سي با فري. استنى ماما يعيشك. وسليمان شاد صحيح باش تمشي معاهم. انا فاش قام خارجه معاه وشكون هذا استاذها؟ تي واحد يقري فيها في تعليم الكبار. ظهر لي الكورون خاطف بيناتهم وسليمان متقلق من الحكايه برشا. نو العسه هذه سي با مون تروك. اون بليس مدخلني انا في حكاياتهم.
أمان ماما، راهو باش ترسيلي أنا ممروجة فيها الحكاية. باهي، تو نتصرف، على خاطرك، مين يغوكومونس بلو. هاي تفضل، وعود ديما يجي يشري من عندي، وصي صحابك زادة. شد. صحيت. فوجيك، صحيح فوجيك، لقيتوا المشروع اللي باش نعملوا، والراس المال بط علي على السماء. اسمع نبى عليك اسبوعيا، ورد بالك تحككني في بلاصي. تت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 ت
100%. ما تقوليش في تولي تصمصر في الكراب. لا وجيك حاجة أخرى. وتو جاتني الفكرة. اسمع شو باش نعمل. هاي تفضل سي محمد علي. خذ رونديفو مع السكرتير. سي طيب. لا 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 لا. هذه سيربريز بالمنجد. شنو أحوالك؟ الحمد لله. هاي تفضل معايا. شكون الأخ هذايا؟ اش في صوتك ولا هكا؟ الدكتور قال لي خشن صوتك شوية. مالا خلينا نعطيك رونديفو بكري. قبل ما صوتك يبحفر دمر. نهار الخميس الجاي الأربعة متاع العشية. شوف أختي، كان تعمل عليا مزية تبعدني على القويل. سي بوسيبل العشية مأخرة. تعرفش كيفاش؟ برد القايلة ويجا مع الستة، آخر وقت. أوه عليا، ملي زادوا هالساعة هذيا القايلة ولات تظهر لي طويلة. تدو ولا السعدي، مازلت ما تعودتش على صوتي جديد. بسم الله على خويا. نعطيك اسم ليكرون توتال. شوف اختي الريق هذايا نتاع ليكرون توتال ما يطلعش علينا راهو. هيا ربي معاك. سلام يا خويا بوتي انستو. طيب شفته؟ قول لي دتو عم طيب داكل ولا خرج؟ مزيكي دخل. وانت شبيك بتيت؟ لا لا ماني قعدت نفكر شويه في الثنية. اسمع ما دام تخلي نقسم باكو جو. لا الجو والماء باش نخلطهم عليه. تعرف بكري مت بالحشمه كي عرف اللي معنا كان ما سبيله في الفريجيدير. لا تمام في عوز يحط الفريجيدير في داري خليها هوني وفارغه. شبيك شريت دبوزه ما صغيره؟ ما بزيد لي انا باقي. اسمعني سليمان، انا سواء في البزنس سواء في حياتي الشخصيه نحب نبدا ديريكت، ولذا الرسمي رسمي جيت قاصدك بقضايا. شو سي طيب، كان جيت تسالف من عندي مليار ولا زوز نقول لك اصبر عليها شويه عايشك. عاد نخلي البنكه نتاعي اللي مطوعتني ونجي نحشم روحي مع صاحبي. اون بليس انا عندي مبدا ما ندخلش الفلوس في الصحبه. اوه هوني عندك الحق. لي بون كونت فون لي بون زامي. يعطيك الصحه. تفضل سي طيب. ميرسي. تفضل دكتور. ميرسي دلندا. دكتور سي طيب هو اللي خدا الماء والجو، احنا معانا شيء. ابون دلندا كيفاش؟ كيفاش؟ مستانسة تخلي الفريجو نتاعنا فارغة؟ نرجع لموضوعنا. إيه. العشية عندي روندوفو أكيد وما نحبش فوفا تعرفوا. عاد باش نقولوا لها اللي أنا وياك مشينا للمقاول نتاعك اللي باش يبني لك الدار. لا سي طيب عايشك عاد المقاول نتاعك يا خويا ياسر مغلاوي. أنا عندي المقاول نتاعي كان باسيون عندي. الله غالب قد فلوسي. أحسن. هكا كي نروحوا ونقولوا لهم علاش ما تفهمناش معاه. داكوردو أمانة سي طيب العشية نقري حتى للأربعة. إكسلون. هكا نقولوا اللي أنا تعديت لك مع الأربعة تستناني في بلاصة. ونتعدى نشيعك مع الخمسة غير بعض ديزو. بيه أطلع شو مع دلندا. ألو دلندا بلاي لي رونديفو نتاعي وقت ايش يبداو العشية؟ أي تري تري بيان مالا خليهم الزوز بعد الخمسة داكوردو؟ يعيشك فوالا. خميس عليك يا سليمان. قل لي الرونديفو سكريتو هذا اللي ماشيلو تاع خدمة؟ تنجم تقول كفاية قاعد نخدم فيها توا عندي مديدة وإن شاء الله تخطف. يا خويا اش باش نقول لك؟ وربي يوفقك. نعرف هاللافاريات هذوما ما همش سهلين. ميرسي سليمان. قول لي وين تعدى لك مع الخمسة غير بعض؟ تستناني قدام الفاك ويعيش كاسي طيب ما تبطش عليه. اتهنى. باهي تفضل. هاي تفضل سي طيب مرحبا بيك. اسبوعي ميرسي عجو. عايشك عبد الطيب ودي ميرسي على المشروع. تجي على الباقي.
وانتي مادموزيل سامحنا في تعبك. العفو سي طيب، سلام على مدام فوفا. يبلغ. قل لي سي شباب، مش وصيتك 200,000 مرة وتحط أبو زمان في الفريجيدار على مياتي؟ إيه عديد، أما صاحبك مش مات زبالة. تري تري بيان، شد سيدي. ها، خاط. امشي اشري باكو جو وشوية ماء، ورد بالك تحط عليهم إيدك، ها، للضيفان برك، شد. هذا بقاو؟ إيه نعم، وترجع لي الباقي. حاضر سيدي خويا، قول لي سيدي خويا، نجم نستعمل الفريجيدار بتاعك خاطر ما عندي فاش نبرد في داري. نعم نعم، هيك الفريجيدار بتاع سيبتك. هذيك قاعدين نحطوا فيها الماكلة وزيت صغيرة، ما تنزلش الجي والماء والكازوس والسيدر نار. بوب 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 بوب، هذوما الكل تقبقب فيهم؟ نشهد لك يا خويا. باهي يا سيدي، ما يسالش برا حط فيها، أما رد بالك تكسرها على خاطر تصليحها أغلى منها. عايش سيدي خويا. اسمع اسبوعي، كي تستعمل الفريجيدير خلي لي بلاصه الباكو اسكيمو. اسكيمو جلاس؟ اي انا كي تسخن الدنيا نتسلح بالجلاس. جبت لي فكره اخرى. اسمع دندوخ، خبل شيء جميل، نمشي نحرك على كريدي. مشيني مشيني 10,000. فاش قام؟ حسي بيهم اكيد. قول لي شو تعمل بيه؟ تو شو عزوزي لازم تعرف كل شيء. واه ما لاباش مرتك انا. مش لازم ما عشتيش. احسن. احسن. شرى مشروع يخت فكي ونغوص، تعطوني انت تلح الحبيه على 10,000. وعليه باش نلحلح بيك؟ انا كان حاجتي بفلوسك يا عزيزي نحيهم لك وفمك ساكت. ما زلت حاجتك بحاجه اخرى؟ لا ما عشتيش. صح عليك جيت مرتي ولا باقي ضرني؟ ولا باقيها شنو؟ خلي بومي ساكت خير. وغرقت في الماء. تبارك الله عليك اختي فضيله، فريمون برافو. الوغ لا وليت جنجل. شو سبحان ربي، نحس في العلم متاع الدنيا والدين هبط عليا ضربه واحده. انهيش العامين الاولانيين متاع الكتاب وانا صغيره رجعولي. خارق العاده، ملا كمل هكاك تعلم القرايه، ومن بعد انا نعلمك البريدج، هكاك تولي تمشي تحضر معايا في الليتو نوار. شنو هي هذه؟ تي ليه ماما؟ امي فضيله تغرمت بالمسرح، المسرح اكثر من البريدج. صح عليك اختي فضيله، تعرف انا عندي تقريب قرن ما مشيتش للمسرح. مني شيء نمشي نتفرج في مسرحيه؟ اما وقت اللي تجي مشي المسرح كلمني خليني نمشي معاك. ان شاء الله ان شاء الله. يا من لا صدفه، تمي فضيله ماشيه العشيه. اما خساره مش ماشيه وحدها، ان شاء الله المره الجايه ماما. ابو ومع شكون ماشي اختي فضيله؟ نخليكم انا توا باش نمشي نتفقد المراه في الكوجين. ها بيه بيه بيه. انا ماشيه المسرح مع استاذي. يا وحيده هكا امان تخبي عليا؟ هيا احكي لي عاد احكي لي. شنو اللي باش نحكي لك هي؟ لا ثم حكايه لا غنيه. عمركم مريتوا حد يتفاهم هو استاذه؟ ملكي ما ثم شيء بينك وبين السي الاستاذ، علاش انا ما نمشيش معاكم؟ يا خيتي وانا قلت لك ليه؟ تفضل امشي معانا مرحبا. وي وهبال، تعرف حتى انا عندي شكون باش يمشي معايا؟ شكون؟ استاذ قديم. اهلا سلملم. اهلا اهلا بنسيبتي العزيزه. تشني احوالك يا بنتي؟ هالغيبه نتوحشوك راهو. يعيشك يا سلملم، مني عادة كنت غاطسه في البريدج. بريدج مالا زروسك مازالوا عاملين فيك. تي ليه سلومه؟ البريدج الكارتا. يلا اختص في البريدج، اختص كانت تحب حتى في الشكبه. اما ما تغيبش هكا راهو نتوحشوك. يعيشك. سامحوني نجم نبدا لكم بالبرمي سيرفيس؟ اي تنجمي، البنات يبطاو شوي. تفضلوا. شنو هذه البرمي سيرفيس؟ انت معناها تسربينا احنا توا ومن بعد تسربي البنات. دكاري. انا كنت صايب كل ما تسربينا نمشيو الحويجه من الاول. باه عندكم درج باش تكملوا لا سلات، بعتالي نجيب لكم الرز. والرز باش عملته؟ عملت لكم روز على فابور ومعاه ترانشيات يسكالوب ديدانت.
زينوبة فين السبيطار كانت الطيب هذي؟ أسبوعي بربي يقول لي يا أخي الجازوز والجو والليموناضة اللي حطيتهم في الفريجيدير ناوي تشربهم الكل وحدك؟ عاد بالسيف ما يحوك فيك حتى ريجي. واش خصك ندير نجم نشربو؟ بالله خاص توا بردينا كي يبدو. أما وين وحدي نجم يكراسو يكراس مالو؟ أما راس مال. عالسلامة. مرحبا. سامحوني مدام جنات. تفضل ارتاح بحذاها كليونت، تو تجي المرأة اللي تخدم معاها تدخلك. شكرا. مرحبا بيك سيدي خويا، نشربوك حاجة، جازوز، جو، سيترونات، حتى من المبارد عندنا. برا السيترونات، ميرسي من فوق. من غير مزيان، دينار. دينار؟ سرموش بلاش؟ عليه عندي دور أنا والعرس، غادي نفرقوا بلاش. مش لازم، ما عينيش. على كيفك. ولا هات كاس ما بارد. صغيرة ب 700 والكبيرة دينار. زادة، خلي عندك، العطش طار قدام اللهفة. برا سيدي اهتني واحد سيترونات. وشفيت اوبا تفضلي البلاط هذا هو اما الطاق اما هو على من هو سي حوسي زعما سي حوسي مش هكا؟ نعم اي وانت شكونك؟ فوشيك يا اخي نسيتني ترشيقة؟ لا لا دي كيما الترشيقة ما خاف شوية أنا فوشيكة صاحب أسبوعي هاني نستنى فيك قدام البلاس الدنيا سخنة برشا البدا راهو تبارك الله ما شاء الله خمسة وخميس يا سي حوسي ما قضيتش بجيبك الاختار سعيد ما هو كما تعرف لا دوزة ما في صورتي عاد كنت هي برا ما يسالش وكيكا لعل القاشي الجميلة غادي في الدار ما تحب من وسطك الدار خاطي فضيلة ايش ما زال فيها من فضيلة توا واش ما زال فيها بعد الشيء اللي قاعد نشوف فيه يا سبحان ربي يا شخلك وصور تقول سالها حورية حورية يا بابا محل قدك محل قدك والله عاجبني محل قدك يا سي حوسي نعم نعم انتي وانتي باش نتاعك هذيك انتي حتى بالمعارف ما تحكيش معاك تعرف انا نعطي فلوسي كل وكل ما نكسب باش نرجع 40 سنة لتالي اما وينو العنب في الليالي عندي المال عندي هي ومازال عندي شوية هبال هكا مسيو لله الفايدة في صحة الابدين راه الحم من قرة ومن ورة تعرف أنا من البدن متاعي ما فضل لي كان قلبي هكا يعمل صحيح وش خليت الفايدة في القلب الحي اي أنا ما عندي حد يراه عندي شوية هكا كوليسترول وشوية سكر وشوية رعشة في الركيب وشوية تنسيون وكام وكام ما عنديش حاجة كبيرة أوه يا لطيف خسارة يلزمني نمشي والله القاعدة معك حلوة تعرفش كيفاش أنا كيفاش عطيني نمروك وتو نكلمك من بعد كيفاش كيفاش نمرو يا أي نمرو أي أي تاخذ والله تاخذ تاخذ ما لا لا أي لا هو هو خذه بالكل سيدة ما عاد ترجع حولي هذا إن شاء الله معرفة طيبة يا سي حسين أنا اللي عزو عليا عايتوا لي حوسي ملا تعرفش كيفاش يا سي حوسي أتوا شوي خير تمام ونكلمك سوسي عايشك هاي بسلامة بسلامة سي حوسي أنا لاني مصدق لا عيني لا وذني هذاك اسمك تعرف الشباب اللي كيفيانا ما زال عندهم ما يقولوا وسكم انتم نعم على خاطر ما في الفايده في البدنات
اي مالا شنو تقول انت الفايده في المخ اي والمكثريه في المكتوب اي نعم اي ورني دارك ورني هاي دارك مدام زين هاني كملت حضرت لكم العشي نجم نروح تو اي ميسالش تصبحوا لخير كلثوم شو تنجم من غدوه تولي تجي بكري مع السبعه وهو كالعشيه روح قبل بساعه آه مدام زين اخي مش نتفهمني قلت لك نسكن بعيد ومنجم نجي كان التسعة متاع الصباح وكنزيدك الفين في النهار وقتها نخمم شبيه لم كنت ماذا بي الالفين يقعدوا بيناتنا ما نحب سيدي داود يسمع بيهم يتهنى يقعدوا بيناتنا شوف شكون شوف لا جميله سريضه استاذك القديمه غير شبيه جا توا هو لا مصلي على بالك عماله تمشي وتتغير لا فضيحتي شومك هكي واش خربعت راجل طيب في برمته تزغدد عن سوين والله والله لو كان يشوفك سيدي داود يا يقرشتك الله 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 يا حوسي تفضل 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 ارتاح بحذيلة لا دوجة انت وصلت اي جيت من بكري اقعد ارتاح اي انا لا مرحبا يا سي حوسي تي وينك هالغيبة يا راجل لا جميلة ما نسكن خلي الباب انا مالت لبسيكوبات اوه يا سي حوسي ما نقلنا لك ما كالعام راجلي راهو بسيكوتي غابوت مش بسيكوبات واللي حلت لك الباب كلثوم المراه اللي تعاون فيا كلثوم اي عاشت الاسامي تعرف حتى انا مغروم ياسر بام كلثوم وخاصه انك الغنيه هذيك نتاع القلم اي تفكرني في الجميله وانا نتفكرك كي نسمع الاطلال ايه تستاهل هاي اخوي هاي جازوسك وبارده ايش افضل 13 شكرا ما قلت لكش صرفوا اكثر من 700 ولا تعرفش كيفاش نجيب لك دبوزه ماء صغيره لسنيه على السلامه سيدي سامحني خليك تستنى ايه صح صح وفرحوا بيك جابوا له جازوزه عايش هاي تفضل تفضل سيدي خويا جيت علاش قالوا لك ناوي على الفصحى هات هاتك يا ابو سليمان هات عطشان ميت ايه محلاها شربها بارده يعطيك الصحه يا دلندا والله فكره بايه تصبر في لي باسيون بالجازوز والماء سي بيان ريتك الدبوزه اللي دخلت باش نخلصوها زوز كل واحد 350 نعم فاش قام شو مدخلين؟ شو مدخلك انت؟ على خاطر سيدي خويا شكرك على حاجه عملتها انا جازوزة الباسيون اي اما انت خلصت عليها وبالوافي زاده بالوافي زاده مرحبا سي نجم الدين تفضل ارتاح الدكتور بحذاه شكون؟ مرحبا بك سي نجم الدين شربوك حاجه بارده؟ اش عندكم؟ جيتك اهلا بسي نجم الدين صافا 10 دقائق ونقبلك ها خذ راحتك دكتور دلا انت عيشك في ساعه في ساعه طلع لي هالجواب هذايا وجيبوا لي البيرو داكا حاضر دكتور ميرسي كادوز كادوز ما نرجعوش اسمعي تستنى في بيرويا سيدي خويا تاخذ كازوزه بلاش نانا شو شكون رجع سوسو هاوكا يا تغيب قار ما نراوكش يا تجي مرتي في النهار شبيك رجعت ها باش نحكي لك يلا انا مازلت كي خرجت من عندك وني من الدار ولقيت واحد يمين تحليلته يا دوب عنده 65 سنه هذا ترانكوش كيف تحبوا انت اي عاد دوبا ما غزرنا لبعضنا حسيت كانه ثم حاجه كيفاش ايا برا امشي اعمل لنا قهوه توا نانا اي وخلنا نبدا انا بالكارتة اي عيشك يا عزه وعملها خفيفه لليله ما يجينيش النوم من كثره القهاوي اللي شربتهم اليوم باهي زعما يطلع شي السيد يسكن بحدينا هوني في البلاص
ليه ليه ما نتصورش على خاطر كاني سمعت وجاي لوش في دار هوني تنقول لك على اسمه. اما المهم شوف لي كل شيء عليه بالشقيقه والرقيقه اي سورتو رزقه واولاده وان شاء الله يا ربي يطلع الجيل. يا بنيتي عض علينا مين وان شاء الله الكارطه الطوانه برك ان شاء الله. اش اسمه؟ حوسي. حوسي ايوه تعرفوا. ليه انا الكارطه الا ما نطقها من جنابها راني جنيت العرفه وما ادراك. يا سيدي شد عندك مجيره مخه كان في النساء ويفرفط على الماخذه يا ملا جو. اي كوي ظهر فيه سي حوسي هذا يا منتف يا مشحاح. مش مشكل عاد مشحاح خير ملي منتف على خاطر كان على الشحه انا نعرف كيفاش نحيهالو. لا 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 واه اش ثما تشريت يا خالتي جنيت يا عمي راهو باش يرد لي محطه باب الفله وبرد يا عطشان عنده عمل لي نصبه في بيرويا كيف وشيك. سليمان برد دمك ياسر وليت مغشيش هالايامات ثم حاجه مقلقتك؟ امان يا امي زرع عجبتك حكايته يا امي راه ولا بيع لي في الماء والقازوز والبشكوتو. مش صحيح بشكوتو ما نخدموش. امان عندك فم وتتكلم انا ادخل عليك بالسبته. كله منك كله منك ماكش تخلص فيا كي العباد ولا راني لابس عليا وما نسحقش نلوج على خدم باش نطر الفرنك. اما ربي يعلم انا قداش قاعد نستحايل مع الدنيا باش نعيش عائلتي مرتي وصغاري اللي باش نجيبه. بسم الله على ولدي يا بابا بسم الله عليك. اسبوعي تمثل ها اتو نقول لك من بعد شنو خاطر يدوني ساكت وما نتكلمش. ما دخلاني يعلم بيك يا ربي تصور امي انا وعزوزي اليوم فطرنا كعطي العظام مقلي في الزيت راني معاش خالط بالكل. يا امي انت على ولدي علاش ما قلتليش راني بعثت لكم الفطور من هوني. اشكون الو سوسو سوسو لا لا ما عرفتكش. شختونا اللي تقابلنا في البلاصة وهاني أخفى القمر لله في شكون يتكلم هذا وين نعرف هنا تسمع في الفضايح. هاي نمشيهم ولا لا أما استناني يا مات بركة ناخذ الماندا. ألو ما علقتها اش قال لك ماندا توينا بتاع ماندا والله هذاك اش ناقصني عاد نكمل ناخذ موظف وكهو. قلتلكش اش قالك في عرافتك اللي شفت الكل طلع صحيح. تي باهي باهي توا شوف لي باش نتعرف على حد اخر ولا يلزمني نعرف قبل راس الشهر قبل ما يبداو هابطين عليا الكمبيالات. ها اش قولكم باهي لبستي صحة صحة محليها يا امي فضيلة صحة تبارك الله عليك قديش وتيتك ومزخمها يعيشك. الا جميلة ما كذبش اللي قال حوسي انت كلمة لا باب صحة شبعت قريبة من قبل اسمع. اهلا مرحبا مرحبا عسلامة يا صاحبي هو يخرج بالزوز سي دون جيون هذا يا ولدي يزي بالك شختو عسلامة دونتو تفضلوا تفضلوا هيا قدم لكم العائلة سي الفاضل أولادي تعرفهم أي وزينوبك أنت مرت سليمة يسلم لدوجة أمها مرحبا وسي حسين صديقها يحبوا يمشوا معنا للمسرح راهو يلا مرحبا بيه ونتشرفوا بعائلتك يعيش نقدم لكم المدام. مدام مدام هوني المدام مرتو مرتو لا صفية مرت سي الفاضل مالش تسقاي. أي تفضلوا يا جماعة تفضلوا أمي أنت قاعد لعبات. لا لا أنا راح علينا المسرحية عندها بديت مش هكا. وقيت. هاي اللي دو جاي. تفضلوا تفضلوا. فرجة ميمونة. يعيشك. يعيشك. تفضلوا. سلومة. أش قولك في سي الفاضل؟ ولا نيتك مازال خيالها شاسع؟ شفتوا ديزاين ميتو قداش. صعيب بون
خليني انا توا نمشي نسخن العشاء. هم ولا اللي قعد من العشاء. سي المعذبون في الارض، انا وياك توا راس راس، ماني نيتي مقامزه. طلع في شكون باش نفش غيدي؟ في شكون زيد خويا؟ في شكون؟ في شكون؟ باقي تقول لي في شكون؟ اجي هنا اجي. شوف لي حل، شوف لي حل.